الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أحييكم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات، مشاهدي قناة الدانة الفضائية، وفي برنامجكم برنامج الطب النبوي، ونكمل إن شاء الله في هذه الحلقة التداوي بالشجرة المباركة في جزئها الثالث بإذن الله. ومن العجائب أن الله سبحانه وتعالى عندما تكلم عن هذه الشجرة المباركة أقسم بها وبمكانها، فقال: والتين والزيتون وطور سينين. فالله سبحانه وتعالى لعظم منافع هذه الشجرة أقسم الله سبحانه وتعالى بها لأن لها منافع عظيمة. في الحلقات الماضية تكلمنا عما ورد في الكتاب والسنة عن فضل شجرة زيت الزيتون، وإن شاء الله في هذه الحلقة نكمل ما بدأناه، فقد تكلمنا عن المعادن، تكلمنا عن الحديد وفوائده، الحديد الذائب في زيت الزيتون والنحاس الذائب في زيت الزيتون، وفي هذه الحلقة إن شاء الله أتكلم عن الأملاح المعدنية الذائبة في زيت الزيتون. الملح الأول ألا وهو ملح الكالسيوم، وهذا الملح ملح عجيب عظيم يحتاجه جسم الإنسان حاجة عجيبة عظيمة، فبغير ملح الكالسيوم يصاب الإنسان بهشاشة العظام وبيلين العظام، والعظام لا تستطيع أن ترفع جسد بني آدم أو حتى الدواب والحيوانات، فكل عظامها مكونة من الكالسيوم. أولا يقوي العظام وصلابة العظام ومتانة العظام، يمنعها من الهشاشة ويمنعها من الليونة بأمر الله سبحانه وتعالى. الفائدة الثانية لملح الكالسيوم يقوي الأسنان، لأن الأسنان إنما هي نوع من العظام، والأسنان هو أول ما يبدأ بقضم وتقطيع الطعام وتسهيل تقصيف الطعام وتصغيره استعدادا لدخوله إلى البلعوم ثم إلى المعدة. فإذا أصيب الإنسان بعاهة في أسنانه من تسوس أو تكسر أو تساقط، فلا تسأل عن سوء الهضم وعسر الهضم الذي يصيب هذا الإنسان. فملح الكالسيوم من مقويات الأسنان، من مانعاتها من التسوس ومن التآكل ومن التكسر ومن الإصفرار، وتعطيها اللمعان والقوة والمحافظة على عظام الأسنان بأمر الله. الفائدة الثالثة يستخدم مع فيتامين دال وهو مانع للأكسدة، فإذا اجتمع فيتامين دال وهو من الموجودات في زيت الزيتون مع الملح المعدني ملح الكالسيوم واتحدا، فإنهما من أقوى موانع الأكسدة التي تحفظ الجسم وتقيه بأمر الله من أنواع السرطان، سواء سرطان الدم أو الغدد الليمفاوية أو الأعصاب أو الدماغ أو القولون أو الرحم أو الصدر أو المبيضين. ففيتامين د إذا اتحد مع الكالسيوم فإنه بإذن الله من موانع الأكسدة ومن موانع الشوارد الحرة، مما يقاومها ويقضي عليها ويقي بأمر الله من أمراض السرطان. أيضا يساعد على إيصال الإشارات الكهربائية، فجسم الإنسان بالكامل إنما يتحرك عن إشارتين كهربائيتين تأتي من الدماغ ثم تسري إلى العضو الذي يراد تحريكه، كان عينين أو لسانا أو شفتين أو رأسا أو يدين أو أطرافا أو انتصابا أو عضوا ذكريا، فكل جسد هذا الإنسان يحرك عن طريق الكهرباء التي تسير وتنطلق عن طريق الأعصاب وهي تأتي من الدماغ. فالكالسيوم الذائب في زيت الزيتون من مقويات الأعصاب ومن مقويات المحافظة على الإشارة العصبية التي تأتي من الدماغ. ونجد من العجيب أن الكالسيوم يكون من كتلة العظام نسبة 98% من كتلة العظام، يعني معظم العظم يتكون من الكالسيوم، ثم يأتي البوتاسيوم والمغنيسيوم وغيره من المعادن الملحية. إذن فهذه دلالة عظيمة على أن هذا الكالسيوم الذائب في زيت الزيتون له أهمية عظيمة في العظام. وأيضا نجد أنه يكون من بلازما الدم من 9 إلى 11، وبلازما الدم هي التي تنقل الأكسجين،
فإذا نقصت بلازما الدم في الدم فإن الرجل أو المرأة أو الطفل يصاب بفقر الدم وأنيميا الدم. ونجد أن ملح الكالسيوم الذائب في زيت الزيتون يستفيد منه الدم وتستفيد منه بلازما الدم لتكوين بلازما الدم، فيمنع ملح الكالسيوم بإذن الله من هشاشة العظام ومن فقر الدم. فهذه فائدة عظيمة في هذا الملح المعدني الذائب في زيت الزيتون، وهو بإذن الله وأمره من الأشياء النافعة التي يحتاجها جسم الإنسان. الملح المعدني الثاني ملح البوتاسيوم، وملح البوتاسيوم ملح معدني، فوائده كثيرة جدا، ولعلنا نذكر على هذه العجالة بعضا من الفوائد. الفائدة الأولى يقوي الأعصاب والعضلات، فنجد أن جميع مفاصل جسم الإنسان الذي يربط بين المفصلين العصب، فهو الذي يثبت المفصل في المفصل، وهو الذي يتحكم في الحركة ورجوع المفصل إلى موضعه مرة أخرى. والذي يتحكم في المفاصل هي العضلات والأوتار العصبية. ونجد أن ملح البوتاسيوم من مقويات العضلات، يحافظ على قوتها ومتانتها وصلابتها وتمددها وطراوتها وليونتها، وأيضا مقويات الإشارات العصبية الكهربائية التي تأتي من الدماغ فتسهل الحركة والتحكم في الأعضاء، لأن ملح البوتاسيوم من مقويات العصب، والعصب هو الوسيلة الوحيدة لنقل الإشارة الكهربائية. الفائدة الثانية ملح البوتاسيوم من مقويات القلب، من منظمات ضربات القلب، مما يحافظ على عضلة القلب. ولو تأملنا هذا القلب المكون من اللحم ومن العصب، وهو ينقبض وينبسط في الدقيقة الواحدة 72 انقباضة وانبساطة، يعني بمعدل أكثر من انقباضة في الثانية. ونجد أن قلب الإنسان هو الجهاز والعضو الوحيد الذي لا يتوقف إلا عند موت الإنسان وخروج الروح. ونجد أن هذا القلب المضخة العجيبة هو المغذي لجميع جسم الإنسان بالدم المغذى بالأكسجين، وهو الذي يعيد الدم المستهلك من الأكسجين مرة أخرى إلى الرئتين، ومن الرئتين إلى القلب، ومن القلب إلى الأعضاء. فنجد من عجائب الله سبحانه وتعالى أن هذا الملح ملح البوتاسيوم الذائب في زيت الزيتون من مقويات عضلة القلب وأوردته وشرايينه. نجد أيضا أن ملح البوتاسيوم مما يقوي جدران الشرايين، فالشرايين كالأنابيب، وهذه الأنابيب يسري فيها الدم، فلو ضعفت جدرانها لانفجرت، ولو ضعفت لانغلقت فتوقف الدم، فأصيب الإنسان بالجلطات والسكتات الدماغية وبشلل في أطرافه، لأن الدم لا يسري فيغذي الأطراف أو الدماغ أو غيره من الأعضاء بالدم المحمل بالأكسجين. الفائدة الثالثة لملح البوتاسيوم الذائب في زيت الزيتون يقوي كريات الدم الحمراء والبيضاء. سبحان الله العظيم، كريات الدم الحمراء هي من حاملات الغذاء لجميع أجزاء الجسم، تحمل الأملاح والفيتامينات والمعادن وأجزاء من الأكسجين إلى جميع خلايا جسم الإنسان، وخلايا جسم الإنسان إنما تتغذى على الأكسجين وعلى ما يأتيها من الأملاح والمعادن حتى تتحكم في انقساماتها وتغيراتها وفي تركيبتها الفيسيولوجية، ويستفيد جسم الإنسان من انقسامات منضبطة في الخلية، فلا ينتج والعياذ بالله أوراما أو أمراضا نتيجة لضعف الخلايا. وأما كريات الدم البيضاء فهي وزارة تدافع عن جسم الإنسان متقدمة، تقضي على أي دخيل إلى الجسم، إن كان عن طريق التنفس أو عن طريق الأكل أو عن طريق الشرب أو عن طريق الملامسة أو عن طريق الدخول عن طريق الجروح، لأنها هي جهاز المناعة المسؤول لمكافحة الفيروس
أو الجرثومة أو البكتيريا الدخيل على جسم الإنسان، فإذا ضعفت كثرت الأمراض والإصابات بأنواع الإنفلونزا وأمراض العدوى الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله، والتسممات الدموية والتسممات المعدية والتسممات في القولون. فإذا بنا نجد أن ملح البوتاسيوم الذائب في زيت الزيتون يقوي جهاز المناعة ويقوي جسم الإنسان ليكافح هذه الأمراض بأمر الله سبحانه وتعالى. نجد الفائدة الخامسة، يمنع من تكونات الحصيات في الكليتين، لأن الحصى الذي يتكون في الكلى إنما هي ترسبات ملحية نتيجة ضعف في عضلات الكلية، لأنها عندما انقبضت وانبسطت لم تتمكن من طرد الرواسب في الكلى فاجتمعت الأملاح، ثم نتج عن ذلك لأن هذا المريض يقلل من شرب الماء أو عنده قابلية للتكلسات فينتج عنده حصوات في الكلى. فنجد أن ملح البوتاسيوم مما يمنع أن تحتبس المياه والبول الذي يحمل كمية عالية من الأملاح فيتحول إلى أكلاس، فهو يمنع بأمر الله من حصوات الكلى. الفائدة السادسة، يحافظ على مستوى ضغط الدم. ففي حوض البحر المتوسط وما يكون حوله من الدول، عندما أجريت إحصائيات على الجلطات والسكتات الدماغية وجد أنها قليلة جدا، وكان السبب بعد الله سبحانه وتعالى أن أهل هذه المدن يتغذون على الزيتون وعلى زيت الزيتون، فكان سببا بعد الله سبحانه وتعالى أن يحافظ على ضربات القلب والنبضات في القلب، وأن يحافظ على جدران الأوردة والشرايين ويقوي الأعصاب، فيكون مانعا بأمر الله من الجلطات ومن السكتات الدماغية. فنعمة عظيمة أوجدها الله في زيت الزيتون، ولم يذكره الله في القرآن عبثا، إنما ذكره لمنافعه العظيمة. الملح الثالث، ملح المغنيسيوم. وملح المغنيسيوم ملح معدني ذائب في زيت الزيتون وله منافع عظيمة. الفائدة الأولى، يقوي العظام والأسنان، لأن العظام بجميعها في جسد الإنسان تحتاج إلى الكالسيوم بنسبة 98%، ثم تحتاج إلى البوتاسيوم، ثم تحتاج إلى المغنيسيوم، وكلها أملاح معدنية تساهم في تقوية العظام وصلابتها وفي تقوية الأسنان. الفائدة الثانية، يعتبر رابع معدن في جسم الإنسان من حيث الكمية. إذن فجسم الإنسان يحتاج إلى كمية كبيرة من ملح المغنيسيوم، لأنه يعتبر الملح الرابع من ناحية حاجة جسم الإنسان إليه. الفائدة الثالثة، يقوي الكبد. ما هي الفائدة من تقوية الكبد؟ الكبد هي أكبر غدة في جسم الإنسان، تطهر وتنقي وتصفي دم الإنسان من الشوائب والشوارد وكثير من الأمراض، بل إن الكبد من مصنعات الكوليسترول، خفيف الكثافة عالي المنفعة، فإذا صنعت الكبد الكوليسترول النافع فإنه بإذن الله يقضي على الكوليسترول عالي الكثافة الضار المؤذي لجسم الإنسان. إذن فنجد أن قليل الكثافة هذا من الكوليسترول الضار، وعالي الكثافة الكوليسترول النافع، فإذا أنتجت الكبد الكوليسترول عالي الكثافة فإنه بأمر الله يقضي على الكوليسترول الضار في الدم، فيكون وقاية بأمر الله من الجلطات وتصلبات الشرايين، لأن الدهون دهون الكوليسترول خفيف الكثافة تلتصق بجدران الأوعية فينتج عنها تضيقا أو انغلاقا فتتوقف الدورة الدموية فيصاب الإنسان والعياذ بالله بالجلطات. إذن أيضا نجد أنه من مقويات كريات الدم البيضاء والحمراء، فإذا قويت الكبد كافحت كل دخيل في جسم الإنسان. ولو تأملنا معظم الأمراض التي تصيب الإنسان إنما تصيب الدم، ففيروسات الكبد الثلاثة الإي والبي والسي كلها تصيب الكبد وتصيب الدم، نقص المناعة المكتسبة الإيدز يصيب الدم، السكر ارتفاعه في الدم،
الضغط ارتفاعه في الدم. نجد كثيرا من الأمراض التي تصيب بدن الإنسان سرطان الدم ويكون في الدم، سرطان الغدد والأورام شوارده في الدم. إذن فإذا قويت الكبد وارتفعت مناعتها وتطهير الدم من الشوائب فإنها وقاية بإذن الله من جميع الأمراض المستعصية التي تصيب بدن الإنسان. وأيضا إذا ملح المغنيسيوم الذائب في زيت الزيتون قوى كريات الدم البيضاء، قوى جهاز المناعة ورفعه لمكافحة الأمراض. تقوية كريات الدم الحمراء تقوية لوزارة التموين الناقلة للغذاء والأملاح والمعادن والبروتينات وغيرها إلى خلايا جسم الإنسان. الفائدة الرابعة، يقوي العضلات ويساعد على نقل الإشارات الكهربائية. فكل هذه الأملاح المعدنية تتفق في أنها من مقويات العصب والعضل، وإذا قوي العصب والعضل وصلت الإشارة الكهربائية من الدماغ كما أراد الله سبحانه وتعالى لهذا العضو، فتتحرك جميع الأعضاء حركة سلسة سليمة، ويعيش الإنسان بإذن الله عيشة طيبة خاليا من الأمراض والعاهات. الفائدة السادسة، يساعد على انتظام ضربات القلب. ضربات القلب إن زادت ارتفع الضغط، وإن خفت قل الضغط. فالإنسان في كلتا الحالتين، في ارتفاع الضغط وانخفاضه، معرض للجلطة، معرض لسكتة دماغية، لأنه إما أن يأتي زيادة في ضخ الدم ينتج عنها انفجار في أحد الأوردة أو الشرايين، أو ضعف في نقل الأكسجين فيصاب الدماغ بالضعف وتلف كثير من خلايا الدماغ. أختي أم أبرار تفضلي. أم أبرار أقول لأبوي فرقي جلدك مسكنتين. أم أبرار أنت على الهواء تفضلي. ألو تفضلي أم أبرار. ألو تفضلي أنت على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، قبل سنتين أبوي يصيب بجلطة في الأطراف اليمنى، كيف نعالجه بزيت الزيتون؟ طيب أبوك كم عمره الآن؟ أبوي عمره بآخر 70. 70 تقريبا؟ 75 76. طيب السكر والضغط عنده زين؟ لا عنده ضغط، سكر ما فيه. طيب هو المشكلة طبعا الجلطة كانت نتيجة يبدو لي أن أبوك عصبي، صح؟ جدا. طيب العصبية هذه اللي سببت عند أبوك ارتفاع الضغط. أولا يحتاج أن يعيش الأب في جو هادي وفي جو مريح، وأن يعني نحرص أنه لا يعصب حتى ما يأتي جلطة جديدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، يوضع لزيت الزيتون ملعقة مع علبة من الزبادي يوميا. الأمر الثالث، أن نعمل تدليك وتمارين للجزء المصاب. الجلطة جاته في الجهة اليمنى ولا اليسرى في اليدين؟ لا جت في الجهة اليسرى، اليد والرجل. طيب في اليد اليسرى، معناته الإصابة في الجهة اليمنى من الدماغ. زين، فنعمل لتدليك المنطقة الرأس في الجهة اليمنى، تدليك براحة اليد مع عمل تمارين، لأن عادة الجلطة إذا جاءت في الجهة اليمنى الإصابة تكون في الجهة اليسرى من الرأس، وإذا جاءت في الجهة اليسرى تكون الإصابة في الجهة اليمنى من الدماغ. زين، نعمل لتمارين مع تدليك. زين، ونجنب العصبية والزعل، نحاول نغير الجو، خليه يطلع يغير جو عشان يرتاح نفسيا. يستعمل له زيت الزيتون دهانا مع التدليك ويقرأ فيه، ويستعمل له ملعقة من زيت الزيتون مع علبة زبادي يوميا. وبهذه الطريقة أسأل الله له الشفاء. من معنا؟ أختي محمد تفضلي. أم محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يا شيخ أنا أحس ألم في كتفي اليسار باليد كاملة، يعني الألم في الكتف ينزل على الأصابع، الألم في الكتف ينزل على كف اليد. أي كامل. التعب هذا يبدو لي قديم معك. تقريبا قديم بس الحين زاد. سنتين كذا أول ما بدأ؟ أي بعد العملية، أنا صلحت عملية مرارة وبعدها تعبت. من سنتين صح؟ اي تقريبا. اسمعيني، انت تعرضتي لبرد، لان في غرفه العمليات يكون التكييف فيها تكييف عالي وقوي جدا خشيه دخول بعض الحشرات او البكتيريا حتى لا تنتقل للمرضى. فانت اثناء التبنيج ممكن انكشف كتفك وتعرضتي لبرد. العلاج كالاتي، تاتين بزيت زيتون
وتضيفين له ملعقة من الزنجبيل المطحون وملعقة من فلفل أسود، ويوضع على النار مجرد أن يقلب مرة أو مرتين تنزلينه، ويدهن به الكتف وهو دافي، وتأتين بكيس من النايلو وتلفينه على منطقة الألم بالكامل من الكتف إلى اليد، وتلفينه ببطانية لمدة 20 دقيقة. مع التعرق خروج المياه تبدأ العضلة يخرج منها البرد، وتبدأ العضلة تتمدد التمدد السليم، لأن عندها نتيجة البرد انكماش. واضح؟ تسوينها مرتين في اليوم لمدة 3 أيام، وممكن تأخذين يومية ملعقة من زيت الزيتون يؤكل مع علبة من الزبادي. بإذن الله بالطريقة هذه سوف تتحسنين. إيش تقولين يا أم حمد؟ راسي مع حرارة في الجسم، خاصة في الظهر والبطن. عندك ألم في الرأس يعني؟ ألم مع يجين حرارة بطني وبظهري. أم حمد يبدو لي الألم اللي عندك في الرأس نصفي مو بكامل. ما أدري شلون يعني. يعني أحياناً يجي في الجهة اليمنى وأحياناً يجي في الجهة اليسرى، ما يجي في الرأس بالكامل. أحياناً بالجبهة. طيب وأنتي برضو ما ترتاحين في النوم أصلاً؟ ما أنام يا شيخ. حتى لو نمتي كأنك ما نمتي. أي. زيادة على أنك قلقة ومتوترة ويجيك نوبات خوف. يجيني بعد برودة في الأطراف. بسيط، هذه كلها هذه بسيطة، هذه طبعاً قديمة ترى، ما هي قريبة يعني، ألم اليد بعدها، لكن الأعراض هذه قديمة. أي نعم. يمكن لها 5 سنوات أو حدود كذا. أتوقع يمكن أكثر. طيب اسمعيني، هذه علاجها بالرقية، اقرأي على نفسك وادهني جسمك بالزيت الزيتون المقروء فيه، أكثري من شرب ماء زمزم في عشبة، عشبتين كلها من مهدئات الأعصاب. العشبة الأولى تسمى لسان الثور، يؤخذ منها ملعقة كبيرة بعد ما تجرش، توضع في كأس ويضاف عليها كأس من الماء المغلي مع السكر، تترك 5 دقائق وتصفى وتشرب. أو عشبة حشيشة القسيسين، زين؟ هذه برضو بنفس الطريقة، شوف اللي جسمك يتناسب معها وما تحسين مثلا بحرقان أو حموضة من استعمالها، تستعمل لمدة 1 أسبوع مع الرقية، وبهذه الطريقة إن شاء الله تتحسن أمورك يا محمد. أبو خالد تفضل. أخوي أبو خالد قصر على التلفزيون واسمعني من السماعة. حياك الله تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا شيخ. مساك الله بالخير والعافية. يا شيخ عندي الوالدة الله يشافيها ويشافينا ويشافيكم ويشافي إن شاء الله كل مريض معها فشل كلوي ومعها اللهم صل على رسول الله معي يا شيخ أسمعك تفضل ومعها ومع واحدة من اليدين هي اللي تغسل معها من الجهة فتتعب عليها وتعلمها من الكتف من فوق من فوق وهي ما فيها يعني إعاقة نص إعاقة الجسم نص إعاقة الإعاقة هذه نتيجة جلطة ولا في الأصل عندها إعاقة قديمة؟ يا أخي من الغسيل وسكر وذا وذا صار كم معها كم عمر أمك كم عمرها يا أبو خالد؟ فوق 60 فوق 60 أمك عصبية؟ هي يعني معاقد الحين يعني لا لا هي لا معها شيء بسيط عصبية أبو خالد عصبية أمك قبل التعب قبل المرض أصلا أمك كان يرتفع عندها السكر؟ يرتفع هو طبعا الفشل الكلوي اللي صار عند أمك بسبب ارتفاع السكر سبب ارتفاع السكر كان بسبب القلق والتوتر والعصبية عند أمك علما أن أمك أصلا يظهر لي كانت ما ترتاح في المجلس اللي تقعد فيه من أول صح؟ تمام طيب شوف العلاج كالآتي وأمك هذه تعبها ترى قديم قديم جدا ما هو قريب الله يجزاك خير يعني أنا يظهر لي أن أمك يمكن تعبت من 20 سنة أول ما بدأت الأعراض معها طيب اسمعني العلاج كالآتي أولا أنت تقرأ على أمك بالفاتحة 7 مرات وآية الكرسي خواتم البقرة المعوذتين والإخلاص يوميا يقرأ في زيت زيتون يدهن في جسمها تعطى الكمية التي حددها الطبيب يبدو لي من لتر إلى لتر ونص على طول اليوم ماء مقروء فيه زين ممكن أنها تستعمل الحلبة ملعقة صغيرة توضع مع مرقة تشربها يوميا لتنشطة العصب والعضل زين مع الرقية مع تدليك اليد محاولة تدليك اليد لأن أصلا مجرد تركيب الجهاز وسحب الدورة الدموية عن طريق جهاز الترشيح وتطهير الدم اللي يسمى الغسيل الكلوي مع دوران الدم يصاب عندها أذى وتنمل وآلام في اليد فتحتاج إلى التدليك والتمرينات الخفيفة لكن أهم شيء علاج أمك هو الرقية الدهان بزيت الزيتون شرب الماء المقروء فيه تحاول أنها تتجنب العصبية استعمال الحلبة لأنها تخفض من نسبة السكر وهي غذاء قبل ما تكون دواء وتنشط العصب والعظم أسأل الله لأمك الشفاء يا أبو خالد أخوي أبو سلطان تفضل أبو سلطان
قصر على التلفزيون اسمعني من السماعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو سلطان قصر على التلفزيون اسمعني من السماعة عشان ما ينقطع الاتصال. أسعد الله مساك يا شيخ. حياك الله. ألو. تفضل يا أبو سلطان أنت على الهواء تفضل. أبو سلطان يا شيخ الله يعطيك العافية. سم. عندي الوالدة. إيه. تتعب أحيانا لين أراجع بها عند رقية شرعية. كم عمر أمك؟ عمرها ما يقارب 50. 50. طيب التعب هذا معها مبطئ؟ ايوه يجيها عدة سنوات كذا لا يمكن 5 أو 6 سنوات. طيب واذا قرأتوا عليها تخف؟ اذا قرأنا عليها ترتاح حتى في النوم وفي طيب. تخف عليها الاوجاع. اسمعني ابو سلطان المشكلة عندكم انكم تقرأون على امك كم يوم بعدين توقفون، لما تتعب ثاني مرة ترجعون تقرون كم يوم وتوقفون، صح كذا؟ اي نعم. اسمعني طبعا العين أو السحر كالفايروس، تأخذ له مضاد حيوي توقفه قبل ما ينتهي ترجع الأعراض من جديد، فأمك تحتاج إلى رقية تستمرون عليها حتى يتم الشفاء تماما، وإذا تم الشفاء وانقطعت الأعراض تستمرون أسبوع أو أسبوعين احتياطا للتأكد أن المرض انقطع. طبعا ما يحتاج أن أروح الراقي، ممكن والله ولدها سلطان يقرأ عليها، اقرأ عليها الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، خواتم البقرة، المعوذتين والإخلاص، وقراها في زيت زيتون تدهن فيه، وفي ماء زمزم تشرب منه. بالطريقة هذه تستطيع أن تقرأ عليها في البيت أنت وإخوانك 3 مرات في اليوم لمدة 3 أسابيع. بهالطريقة إن شاء الله يتم الشفاء وما ترجع الأعراض. واضح أبو سلطان؟ واضح الله يعطيك العافية. طيب عندي سؤال ثاني يا شيخ. سم. عندي زوج فيها طويل العمر، عندها إذا حمل، إذا جاه الحمل جاه التهاب شديد في الظهر وفي البطن، ويجيها وحشة في الليل أحيانا ما تنام من كثر الوحش. طيب وإذا ولدت عادي؟ وإذا ولدت يعني يجيها أحيانا. هو طبعا يبدو لي أنه يسمى اكتئاب الحمل، فزوجتك عندها أعراض أصلا متنقلة حتى في غير الحمل، عرفت كلامي؟ يعني ما ترتاح في النوم، تلقاها في النوم لو تسوي أي صوت فزت. ايوه تفزع. أيوة. واحيانا طيب. تخاف في الليل احيانا ما يجيها النوم. أيوة. من الخوف. اي قلت لك ام زوجتك تعاني من نوبات خوف، نوبات فوبيا تسمى في الطب، لكن هذا امره سهل. اول شيء زوجتك مقصره في الاذكار، مي محافظه على اذكار الصباح والمساء، صح ولا لا؟ نعم نعم صادق. واذا صلت على طول تقوم حتى في اذكار الصلاه ما تحرص انها تكملها. صادق. فأنت الآن العلاج من جزئين، العلاج الأول تحافظ على أذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم، على أذكار الصلوات، على الأذكار عند النوم إذا أرادت أن تنام، زين؟ تعلم. أيوة. أن الشيطان كيده ضعيف، وإذا قرأ الإنسان آية الكرسي لا يضره شيء بإذن الله، فتحافظ على الأذكار، ترقي نفسها. ممكن تستعمل العصفر في غير الحمل، لأن إذا حملت ما يصلح تستعمل الأعشاب، ملعقة كبيرة من العصفر يوضع في كاس ماء زمزم مقرو فيه لمدة ساعة، يصفى تشربه يومية مرة واحدة لمدة أسبوع مع رقيتها لنفسها والمحافظة على الأذكار. أسأل الله يشفي زوجتك أبو سلطان. أختي أبو محمد تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي حرقان في البول من تقريبا 7 سنين. تسوي الاستحلال عن الأملاح؟ سم أملاح، ما قالوا عندك أملاح يا أم محمد؟ كل ما حللت ما يقعد عني شهر تقريبا. لا لكن هم الآن لما سوولك في المختبر تحليل نسبة الأملاح. دائم يكون أملاح وصديد دائم دائم. طيب اسمعيني اسمعيني، أنت عندك أعراض أخرى غير العرض هذا. عندي دائم حصوات في الكلى. طيب أبس ماشي أبس تريد لس اسمعيني، الحصوات لونها أسود؟ ما أدري عاد. ما قد ورث إياها يا مطلعت ولا قد طلع مع شيء شفتيه؟ لا ما قد شفت، يقول زي حب السكر قده ترمل يعني. اي دائما 24 ساعه، هذا لي تقريبا حوالي 7 سنوات. طيب اسمعيني اسمعيني، انت عموما الامر سهل، انت تعاني من قلق وتوتر مره زياده، خمول وكسل؟ انا منقوم. لا بس اسمعيني تجاوبين على اسئلتي فقط، اذا سالت سؤال قولي نعم او لا. زين تعاني من خمول وكسل؟ اي. قلق وعصبيه مره؟ ما ترتاحين في النوم؟ لا مره. انتفاخات في البطن؟ والله انتفاخات وغازات. طيب غالبا يغلب عليك الامساك؟ ايه دايم.
جالك تساقط في الشعر؟ اي فيه صداع غالبا يجي في مقدمة الرأس؟ ايه فيه قليل يجي. شوف انت تعبس، ترى هذا مبطي يا ام محمد قديم. ايه حول 7 سنين او اكثر. لا اول ما بدأ يمكن من 10 والعلم عند الله، لكن صار كل فترة يزيد، كل فترة يطلع عندك عرض جديد. انت مشكلتك ما تكثرين من شرب الماء. بالعكس. تشربين كم لتر في اليوم؟ تقريبا هذا ابو 3 ريال كلها خلصة. لا انا ودي انك تأخذين موية عادية، مهم موية صحة، اما زمزم. الفلتر. ايوة خلاص استمري على ماء الفلتر، لكن اشربي منه. انت تلاحظين ان البول دائم لونه اصفر عندك والريحة؟ ايه لو ما شرب. ايه طيب لون البراز يميل بين الخضار والسواد. ايه واحيانا وانت نامي يجيس فزة وتصحين من النوم فزة وساعة. طيب تفز. اسمعيني العلاج كالآتي. السكر مع الزين ينخفض. كويس بسيط. الضغط هو اللي الظهر يرتفع عندك؟ لا ينخفض دائما. طيب العلاج كالآتي، ركزي معي واسمعيني. يعرق ماشي، ركزي معي ام محمد واسمعيني. تأخذين عسل سدر مقروء فيه. عسل سدر؟ ايه. وماء زمزم، كأس ماء زمزم تضيفين له ملعقة كبيرة من العسل يوميا صباحا، زين؟ يخلط ويؤكل قبل الوجبات، كل وجبة قبلها بساعة ملعقة عسل وكأس ماء زمزم. عند النوم تأخذين أصغر ملعقة نصها حبة سوداء، تقرضينها مع كأس ماء زمزم أو ماء من الفلتر تقرين فيه برضه، زين؟ تغتسلين بالسدر، تدهنين بزيت الزيتون يوميا، تاخذين من الزيت الزيتون اللي تقرين فيه ملعقة مع علبة زبادي ويؤكل حتى ينظم عندك القولون، زين؟ وتستمرين على قراءة سورة البقرة، الدعاء، المحافظة على الأذكار، وبإذن الله إذا استمريتي على هذا البرنامج إن شاء الله مدة شهر أو شهر ونصف إن شاء الله تزول كل أعراضك يا أم محمد. جزاك الله خير. الله يشفيك كل مسلم. أخوي عبد الله تفضل. عبد الله قصر على التلفزيون واسمعني من السماعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله بالخير يا شيخ. حياك الله. أنا في قبل 20 سنة استعملت سم بلدي. إيه. وفجأة طلع عندي زيادة في ضربات القلب. وبعدين ذاك الليلة الله يكرمك طرشت وارتحت. رحت لعدة مستشفيات وعملت إشاعات إيكو للقلب وعملت إشاعات. قال قلبك سليم. الآن إذا كنت أكل كثير ولا شيء تزيد عندي الضربات، أروح أسوي تخطيط يقول عندك الكهرب فيه زيادة. كهرب يا شيخ؟ أصبر، كهرب القلب ولا كهرب الدماغ ولا وشو؟ لا كهرب القلب. بعدين أعطوني حبوب منظمة للضربات، إذا استعملت نص حبة كل يوم أرتاح، بس إن أنا ما أبغى الحبوب ذي. طيب اسمعني عبد الله، أنت عندك أصلا اضطرابات في الباطنية؟ أكيد. يعني عندك غازات وانتفاخات، اللي يصير عندك تدري وشو؟ إذا أنت كلت وكثرت انتفخت عندك المعدة، ضغطت على الطحال ضغط على الحجاب الحاجز، صار ضغط على القلب. وش اللي ينتج عن القلب لما يضغط عليه؟ يبدأ يزيد ضخ الدم. نفس الطريقة أنت لو تجي بيدك وتضغط على صدرك ضغطة قوية متواصلة أو براحة اليد، نفس النتيجة تبدأ عندك ضربات القلب تزيد، يعني زيادة في كهرباء القلب من الدماغ، زين؟ العلاج كالآتي، أنت تعاني من قلق وتوتر، صح ولا لا؟ والله يعني حاجة بسيطة، ما عندي قلق يا شيخ. لا هو في قلق، يعني من ظاهر حتى كلامك وجود الغازات في البطن في قلق، بس انت تجاوبني صح عشان اطلع معك بالنتيجة الصحيحة. يعني الحمد لله بشرك، يعني يمرني بعض حاجات. ايوه يعني. عموما احيانا تلقاك تفكر وذهنك مشتت في غير شيء واضح. والله ما يعني يمكن حاجات بسيطه. طيب اسمعني تتعبني كانت زمان، اما الحين العلاج الحمد لله، يعني بعد كل صلاه اقرا الاذكار ما في مشكله. يا اخوي عبد الله ما اختلفنا في الاذكار الان، انا بعطيك العلاج جمله. التعب اللي جاك اذا اكلت اكل الان دسم رجعت الاعراض. لو تذوق سمن بلدي، لو تاخذ بس تمره مع شوي سمن بلدي تعبت. نعم. وبعدين أيه؟ زيت الزيتون الاول ذاك اللي في العلبه الخضر يتعبني، لكن زيت الزيتون حق الجوف الان استعمله ما يتعب. خلاص هو اللي يظهر والله اعلم، والعلم عند الله انك تعرضت الى عين قديمه في اكل. العين مجرد اذا اكلت انتفخت المعده وضغطت على الاشياء اللي ذكرت لك بالتسلسل. العلاج كالاتي، تحاول تمشي يوميا لمده ساعه مشي عادي، زين؟ تحاول انك لا تاكل وتنام. اذا اردت الاكل لا تكثر الاكل، كل في اليوم 5 وجبات خفيفه،
وإذا أكلت بعد ما تأكل وتنتهي لا تشرب أي سوائل، سواء ماء أو غازيات أو شاهي أو غيره، لأن هذا يسبب عسر في الهضم. حاول أنك تعمل تمارين، شوف يدي الآن تشوفها على الشاشة، تضغط المنطقة ما بين الإبهام والسبابة وتدور بالأصبع دورة دائرية، بأول شيء طريقة عقارب الساعة عكس الطواف على الكعبة، وتكرر وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 7 مرات، ثم بطريقة الطواف زين، ثم اليد اليمنى وتدليك الإبهام، لأن هذا تفريغ الطاقة السالبة وتنشيط الدماغ، وتدليك لباطن اليد لتنشيط القولون والمعدة لإخراج الغازات. وممكن تأخذ من عصير الزنجبيل الأخضر الطازج 1 ملعقة توضع في كاس ماء وتشرب يوميا مع الرقية وقراءتك على نفسك والمحافظة على الأذكار. وبهذه الطريقة المجملة أسأل الله إن شاء الله لك الشفاء. طيب الزيت ينفع معي يا شيخ؟ زيت جوف؟ إيه ممكن تستمر عليه، بما أنك ما تحس منه مشكلة عادي استمر عليه. إيه ما حسن. لا لا استمر. طيب شكرا جزيلا. يا هلا حياك الله أخوي عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي موية في الركبة. ماء في الركبة، أنت تعرضت للضربة؟ ما تعرضت للضربة، يعني قد سويت يمكن مرتين، مرة قالوا لي اسحب الموية. اسحبوها بإبرة. إي في إبرة في اليسار. طيب. طاحت من اليسار، قعدت فترة كذا. ورجعت بعدين بعد فترة رجعت مرة ثانية سحبتها وما عاد رجعت في اليسار، رجعت بعدين في اليمين. طيب الوزن عندك كيف ويزايد وزنك؟ لا ما عندي، أنا وزني نحيف. طيب. أنت عندك أعمال تجارية مثلا تشتغل فيها أو عملك أنت فيه نشيط وكذا؟ والله ما بي يعني طبيعي العمل. طيب اسمعني، لا أنت تعاني من توتر وقلق؟ والله أيوة أعاني كذا بعض الأحيان. نوبات صداع، ثقل في الرأس؟ ثقل في الرأس لا ما تجيني. نوبات صداع؟ صداع لا أبدا. وأحيانا يعني مو مرة. أنا قلت لك أحيانا من البداية، يعني سألتك أنه مو صداع دائم. لا ما طيب. أحيانا يجيك ألم في الورك؟ يجيني ألم في الورك. اسمعني العلاج كالآتي، تأخذ لك زيت زيتون وتقرأ فيه ويدفى تدفية خفيفة، وتدلك الرجل براحة اليد بدون ضغط، ثم تأتي بسفرة صماط البلاستيك تلف على الرجل لف خفيف بدون ضغط حتى ما يحجر الدم عندك، ثم تلف الرجل ببطانية وهي ممدودة لمدة 20 دقيقة في يكون الجو بدون تكييف ولا مروحة زين؟ مع بداية التعرق أول شيء تخرج المياه تترشط الدورة الدموية، ثم تحاول يوميا تجيب لك 4 مراكي تضعها وترفع رجولك عليها حتى المياه هذه ترجع إلى الكلى والكلى تخرجها مع البول. يعني أننا بنخرج الآن المياه بطريقين، طريق التعرق وطريق التبول، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لتقوية العصب، لأن العضل إذا قوي والعصب إذا قوي منع وجود المياه واحتباسها، صار يضغط على المنطقة وترجع المياه إلى الكلى فتخرج، وتقوى الغدد العرقية والمسامات فيخرج عن طريقها. عندما ضعف العصب عندك والعضل احتبست المياه، تأخذ 1 ملعقة من عصير الزنجبيل يوميا صباحا مع كاس ماء مقروء فيه، و1 ملعقة من زيت الزيتون الذي تقرأ فيه مع علبة زبادي، وتستمر على البرنامج اللي ذكرت لك مع المحافظة على الأذكار، وتقرأ على رجلك على بنفسك الفاتحة 7 مرات، آية الكرسي، خواتم البقرة، المعوذتين والإخلاص. بهذا البرنامج إن شاء الله يتم لك الشفاء. أسأل الله لك الشفاء. أخوي أبو فهد تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ حياك الله يا أبو فهد. بدأت كلمت الشيخ، أنا أعاني من ضعف في الحركة، حركة الحيوانات المنوية تبارك الله، ورحت المستشفيات كثيرة، ما خليت ولا مستشفى لكن ما في سبب معين لها. قالوا لك عندك لزوجة في السائل المنوي. ما هو ضعف في الحركة؟ لا أصلا ما تيجي ضعف الحركة إلا نتيجة أن السائل المنوي عندك غليظ يسمى لزج. نعم. أو سميك. نعم. العلاج كالآتي، أول شيء أنت يا أخوي أبو فهد قليل شرب الماء. بالعكس أنا كثير شرب والله. طيب تتعرق كثير أنت؟ إيه. هي المشكلة أنك مع شربك للماء أنك تفقد كمية كبيرة مع التعرق. نعم. ولو جينا للسائل المنوي نسبة 85% من السائل المنوي ماء خالص. نعم. عرفت كلامي؟ فنحتاج إلى الأمور الآتية، أولا تأخذ من الصيدلية حبوب مذيبة البلغم. زين؟ أبو فهد، حبوب مذيبة البلغم في الصيدلية، وتسأل الصيدلي عن طريقة استعمالها، الإكثار من شرب الماء، أخذ وصفة كالآتي:
ملعقة عسل طبيعي مقروء فيه مع ملعقة من عصير الزنجبيل الأخضر تخلط في كاس ماء مقروء فيه صباحا وتشرب يوميا، يؤخذ عند النوم نصف ملعقة حبة سوداء صغيرة تمضغ ثم يشرب عليها كأس ماء زمزم مع الرقية لنفسك، وتدهن منطقة الخصيتين والمثانة والبروستات بزيت الزيتون المقروء فيه. أختي أم أيمن تفضلي. أيوة السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عندي ألم في يدي. ألو. أسمعك تفضلي. عندي ألم في يدي اليمين. أيوة. في يدي اليمين، إذا جاني الألم هذا في يدي اليمين أحس لين راسي وبعدين ما بقدر أحرك يدي. طيب أم أيمن الألم هذا متى يجيك بالضبط؟ إذا أردتي تطبخي طبخ أو تسوي نعم؟ إذا أردت تطبخي أو تغسلي ملابس أو تطلعي المناسبة؟ لا وأنا نايمة كذا أكثر مرات يجيني بالليل. طيب أنت تنامي على يدك اليمين كثير؟ نعم. أنت تضغطي على يدك اليمين وأنت نايمة؟ أيوة. صح كذا؟ لا إذا جاني الألم ما بقدر طيب. ما أقدر أحط مثلا يدي ما أقدر أغطها كذا حتى وأنا ما أنام عليها يجيني الألم وأنا ما أنام عليها. أم أيمن بسألك سؤال جاوبيني عليه وركزي، قصري على التلفزيون يا أم أيمن. نعم. قصري على التلفزيون واسمعيني من السماعة عشان ما تفقدين الاتصال. وطيتي صوت التلفزيون؟ اسمعيني يا أم أيمن. في اتصال ولا خلاص انتهت الاتصالات؟ فهذه الأشياء التي ذكرناها بعض فوائد زيت الزيتون، وسنكمل إن شاء الله في الحلقات القادمة الفوائد ونذكر بعض البحوث العلمية لفوائد هذا الزيت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن على المسلمين بالشفاء وأن يشفي مرضى المسلمين. أسأل الله بمنه وفضله وكرمه بأسمائه الحسنى وصفاته العظمى، وأصلي وأسلم على نبيه محمد. اللهم اشفنا واشفي مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشفي مرضى المسلمين، اللهم أهلك الساحرين والساحرات، اللهم أهلك الساحرين والساحرات والكاهنين والكاهنات والدجالين والدجالات والمشعوذين والمشعوذات. اللهم من آذى عبادك اللهم عليك به يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين من العين والحسد. اللهم من آذانا في أعراضنا أو في أموالنا أو في نفعنا للناس أو آذانا في شيء من أمورنا، اللهم إنا نجعلك في نحره، أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره، واكفنا شره بما تشاء وأنت السميع العليم يا رب العالمين. اللهم آمين اللهم آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. أشكركم إخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات لبرنامجكم برنامج الطب النبوي. أسأل الله أن يجعل ما قلنا وما سمعنا في موازين حسناتنا وحسناتكم. والشكر موصول لقناة الدانة بارك الله فيها التي أخرجت هذا البرنامج، والشكر أيضا موصول لفريق العمل الذين قدموا معنا هذا البرنامج في الكنترول وخلف الكاميرات ومن الصوت، فبارك الله لهم عليهم وجزاهم الله خيرا. وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله وأنتم على خير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.